هذه الوقفة من أجل التنويه بشجاعة وصمود الشعب الفلسطيني المكافح لرغم القصف الليل ليل نهار ورغم التجويع ورغم الحصار في غزة وفي باقي المناطق، فإنه ما زال صامدا وشامخا وما زال يضحي بالغالي والنفيس. ثانيا من أجل دعم الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في دولة فلسطينية حرة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. هذه الوقفة تدارت جينا لها استجابة لنداء نقابة ديمقراطية العدل تضامنا مع الشعب الفلسطيني. ومن لا يعرف الأوضاع التي تعيشها فلسطين حاليا والإبادة إن أمكن القول التي يعرفها أطفال فلسطين ونساء فلسطين وشيوخ فلسطين، إذن أقل ما يمكن أن نعلن عنه هو تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني، كما تربينا على حب القضية الفلسطينية وعلى الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ نعومة أظافرنا. هذه الوقفة الاحتجاجية لكن ضمها موظف في محاكم مراكش اللي جات على إثر الأحداث الأخيرة بأرض فلسطين هي وقفة تضامنية مع الأقصى، وقفة تضامنية مع أرض فلسطين من النهر إلى البحر، هي وقفة تضامنية مع الأقصى ومع فلسطين، هي وقفة إدانة لجرائم الكيان الصهيوني التي يقترفها في حق شعبنا الأعزل شعب فلسطين. محاكم مراكش بدورها أبت إلا أن تبلغ كلمتها وأن تبلغ صوتها للرأي العام الوطني والدولي بأن قضية فلسطين هي كذلك من القضايا الوطنية، هي كذلك من قضايا الشعب المغربي المركزية، هي كذلك من القضايا المركزية التي نتبناها جملة وتفصيلة ونناضل من أجلها كشعب مغربي.